Subhanallah, the Burmese Muslims, only because they say Wallahi, no other reason, only because they declare La ilaha illallah, they're being slaughtered by those monks, those devilish, evil monks who claim asceticism and peace. They're slaughtering our brothers and sisters for one and only one reason, because they declare La ilaha illallah. اللهم أنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكران ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا كاشف الخطوب ويا مفرج الكروب ويا من يجيب دعاء المضطر إذا دعاه يا من يكشف السوء، اللهم إنا نسألك لإخواننا في أراكان وبورما أن تنصرهم وتغيثهم وتعينهم. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر. اللهم يا ربنا يا من يسمع بكاء الأطفال يا من يسمع بكاء الأطفال وعويل النساء ويرى المرضى والجرحى والقتلى، اللهم إنا نسألك أن تنتصر لهم. اللهم يسر أمرهم، اللهم فرج همهم، اللهم اخذل أعداءهم، إنك سميع مجيب يا رب العالمين.